بس حسام البقالي لا اولا. الو، شريف البقاء قدام الله. البقالي لله يا فندم. انت موجود دلوقتي في سويسرا صح؟ انا لسه في دبي ورايح على سويسرا ان شاء الله. انت لسه ما وصلتش؟ لسه ما وصلتش. اخر التطور اخر التطورات ايه بخصوص تحقيقات الشرطه؟ في الاول بس احب اشكر حضرتك على الوقت ده، وبشكر السادة المسؤولين النهاردة اللي أكدوا لي إن هيتم نقل جثمان مريم الله يرحمها على نفقة الدولة من سويسرا لمصر. بحب أشكر كل الناس اللي ساعدتنا إن إحنا نوصل لحد النقطة دي. كويس. بالنسبة للتحقيقات، لسه التحقيقات شغالة، والزوج محتجز من قبل الشرطة، وطبعا هم مستنيين اروح عشان اقول شهادتي، لان انا اللي بلغت عن اختفاء مريم للشرطة السويسرية. أي. وانه لما سألوني بتشك في مين او حد هددها بحاجة او فقلت لهم هو الشخص الوحيد في العالم اللي له مصلحة ان مريم تختفي من على وش الدنيا هو وليد. فالاتهام كان جاي منك بشكل مباشر؟ اكيد طبعا، لانه مفيش حد تاني في الدنيا له مصلحه من اختفاء. طب قول لي، هي انت الاختفاء ده تم امتى بالظبط قبل ما يلاقوا جثمان؟ يوم 31 كانت على تواصل معانا. يوم 31 يناير كانت على تواصل معاك؟ معايا ومع اخويا. ايوه. فمن اليوم ده تليفونها اتقفل، فاحنا قلنا عادي ممكن تكون نايمه، ممكن تكون مفهوم. عادي يعني. العادي لحد 8 ساعات بدا القلق، لحد 12 ساعة قلقنا أكتر. بعد ما عدى 24 ساعة اتصلت بالشرطة السويسرية واتصلت بالسفارة المصرية، قلت لهم أختي مريم مجدي عايشة في أوتيل اسمه سيلداس هوتيل، ما رجعتش الأوتيل من يوم 31 ومختفية. اتصلنا بزوجها قال ما شفتهاش، ما عرفش هي فين، ما جاتش من امبارح، ما شفتهاش من امبارح. تمام. ده الكلام اللي قاله. لما الشرطة راحت له قال ما شفتهاش من أيام وأسابيع. هو مصري معاه جنسيه سويسريه؟ هو سويسري من اصول مصريه. سويسري من يعني عايش طول عمره في سويسرا مثلا؟ مواليد سويسرا وجنسيه سويسرا. وكان عايش في مصر مع مريم، اقامته كانت على مريم الله يرحمها. وكانوا عايشين في مصر مع بعض، بس هو سويسري. وكانوا عايشين في مصر عشان كان عايز الاطفال يتربوا في مصر ويطلعوا شرقيين وعادات وتقاليدنا في مصر وكده يعني. على طريقة على المستوى. بس المهم يا استاذ شريف، احنا دلوقتي هو في التحقيقات رهن التحقيق، تمام؟ وهو المشتبه الاول والاخير، مفيش حد غيره، لان هو الشخص الوحيد اللي خد الاطفال وهرب من مصر عشان يمنع امهم منهم، ومريم الله يرحمها راحت وراهم. هي كان في مؤسسات مجتمع مدني بتساعدها. مظبوط، مؤسسات حماية الأطفال في سويسرا ساعدتها إن هي تحصل على الفيزا وساعدوها بالإقامة والحاجات دي كلها. كانت بتبلغكم خلال وجودها هناك إنه حصل بينها وبين طليقها أي نوع من المواجهة أو الاحتكاك خلال وجودها هناك ولا لأ؟ ما حصلش يعني، ما قالت لناش إنه في أي تهديد أو في أي حاجة من ناحيته، تمام؟ عشان أكون صريح مع حضرتك. أيوه. بس اللي حصل من يوم الاختفاء انه فضل يتهرب مننا ومن اسئلتنا عنها. طب امتى اخر مره شفتها؟ طب هي كانت عندك؟ طب ما كانتش عندك؟ الاسئله دي ما كانش بيجاوب عليها. لما سالته قلت له اتصل بالمستشفى شوفها تكون راحت المستشفى، قال لي لا هي مش في المستشفى. اتصل بالاوتيل طب اطمن عليها، قال اتصلت وما بيردوش، مع ان اتصلت على الاوتيل وردوا عليا. الفكره دلوقتي يا استاذ شريف ان كل اللي حصل ده خلاص، مريم اختي راحت يا استاذ شريف، مريم ماتت. يعني مريم ماتت. الله يرحمها اولا وقبل اي حاجه وبعد كل حاجه، هو الله يرحمها. انت المفروض هتسافر، هتوصل سويسرا، التحقيقات دي هتستمر اذا كان هو في موضع اشتباه فعلا ومقبوض عليه من جانب الشرطه السويسريه، يبقى عندهم كمان كلام غير اللي انت بتقوله، او عندهم هناك يعني عندهم مؤشرات معينه او دلائل معينه على اساسها هم محتجزين. ولغايه اللحظه دي الله يرحمها، نتمنى انه تقدر توصل للحق، وان شاء الله حقها يرجع على المستوى القانوني، يبقى على الاقل حاجه يعني حاجه بسيطه من الممكن انها بس تريح الاسره وتريحك. انا بشكرك، ومره ثانيه البقاء لله الاستاذ حسام مجدي شقيق مريم مجدي المواطنه المصريه اللي الراي العام كان مهتم جدا بيها وباللي حصل لها على مدى الايام
اللي فاتت كحادث إنساني فردي مرة تانية بيحصل قدامنا وبنشوف تفاصيله، وفجأة بيبقى فيه الاهتمام إنه كل الأسئلة وكل الغموض اللي بخصوصه يتم حلها أو الوصول للحقائق بخصوصها.